احنا مستويين والله، احنا نروح على نطحين ما ثلاثه ولا حاجه في ظهرنا ولا حاجه، سلاح بلط وسدادين ونيله، من وين احنا؟ احنا تعبانين، احنا عيانين مرضى، احنا مرضى غالب حدا يوصلها للمخابز. المخابز اهم حاجه، خلي الجميع ياكل. اجيبوا لنا ناس تأمننا للطحين، نسلم زي الخلد، مش نروح نقاتل عشان نروح نموت عشان كيس طحين. اجيبوا لنا ناس تأمننا للطحين مين ما كان يكون، المهم نسلم طحين ونعرف نقعد فضولنا بأمان وسلام. كل يوم مجازر لما يروح يجيبوا له طحين. نروح نموت عشان نجيب لنا كيس طحين. يأمنوا لنا ناس، أي ناس، أي جهة مختصة، أي مين ما كان يكون. يجيبونا اللي نقدر نأمن كيس طحين، يجيبونا إياه لحدنا نروح نسلمه منهم. أنا بطالب إن كل إشي يصلنا، يعني إحنا صايمين، أنا مريضة سكر، بأخذ جرعة كيماوي، وبرايحة كل يوم بروح أدور على أكل وبلاقيش أكل، فيش لطحين ولا في حاجة. كانوا لطحين وصل 100 شيكل. إحنا يعني أزواجنا عيانة مريضة، ما لناش أولاد، مش مخلفين، من وين إحنا بدنا نجيب أكل وبنجيب شرب؟ من وين نجيب ملايين؟ إحنا بدنا المخابز ونقف زي أول وناكل الخبز زي أول، بدنا التموين يرجع لنا زي أول، بدنا المعلبات ترجع لنا زي أول، بدنا الخضرة، اشتقينا للخضرة، اشتقينا للكوسة، للبتنجان، للبندورة، للملفوف، لكل حاجة اشتقنا. وبيت البطاطا حقها 100 شيكل، من وين نجيب حق البطاطا إحنا؟ هذه معاناة، هذا مجازر، هذا موت. اللي بروح يجيب كيس طحين لأولاده بروح شهيد، بروح محمد. هذه مش مساعدات، هذه معاناة، هذا دم، هذا سفك دماء. احنا بدنا المساعدات تيجي للناس المحتاجة، ولا واحد محتاج بتصل المساعدة، ولا واحد محتاج بتصل المساعدة. المساعدات تصل للناس الحرمية والتجار والنصابين. احنا بالقواصة لجميع المساعدات وصلونا لحد ما مقطوعه، كل شيء 100 100. وانا اجيب الحين بروح الكويت، ما صدقش يجي احد يجيب لي ايش المساعدات اللي لطحينا الولد الصغير، ربنا بنفع عينيه الثاني اللي هو من يوم الحرب، ما مش قادر اوصل كل حاجه للثاني، بل مجنون عندي مش قادر بالمره، والله وضع صعب. يعني انا بدي اتكلم في هذه النقطه، انه مش كل الناس ممكن تخاطب بنفسها. يعني انا عندي اطفال، انا مش مستعد انا اسيب اطفالي في البيت واروح انا عشان اسلم المساعدات في اماكن خطره. فأنا بضطر أن أنا أشتري هذه الأشياء من السوق السوداء بأسعار فلكية. يعني علبة، أنا عندي طفل عمره 5 شهور، علبة الحليب سعرها الطبيعي حوالي 18 شيكل فقط كانت، أنا بشتريها حاليا ب70 شيكل علشان أنا أطعمي ابني منها. الكويت والنابلسي بتعرض حياة المواطنين للخطر وللموت، والكل بيعرف إيش المجازر اللي صارت. الإنزال الجوي المساعدات بنسبة كبيرة بتنزل بإيد أشخاص عدمي الضمير والمسؤولية، هم نفسهم مش محتاجينها بروحوا ببيعوها بالسوق السوداء بأسعار فلكية، همهم فقط جني المال، مش همهم أي مواطن.